الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا اليوم وتغطيه حفل تكريم لابطال النادي الاهلي في الموسم الاستثنائي، وفي حفل اليوم طبعا بعنوان الاهلي استثنائي طبعا، يعني تقديرا لابطالنا طبعا ومجهودهم يعني اللي بذلوه الموسم اللي فات والانتصارات والالقاب اللي حققوها الموسم الماضي. يمكن معي النهارده طبعا واحد من يعني نجوم النادي الاهلي في لعبه كره السله، وايضا المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات طبعا كابتن طارق خيري. كابتن طارق في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويمكن عايزه طبعا ابارك لك النهارده تواجدك اكيد في حفل التكريم تقديرا لمجهودكم والانجازات اللي حققتوها الموسم اللي فات. يمكن طبعا الفريق الوحيد اللي حقق جميع البطولات بلا هزيمه الموسم اللي فات سيدات كره السله، برحب بيك طبعا النهارده ومليون مبروك. انا اللي برحب بيكي وسعيد اني شفتك النهارده، والواحد يعني ما بيقدرش كل حفله الواحد بيبقى سعيد جدا، مختلف عن الحفله اللي قبلها، نظام توزيع الكؤوس، طلوع اللعيبه، الموضوع جديد. بنشكر مجلس الاداره شكرا جزيلا على 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 الدعم المعنوي او احساسهم ان احنا تعبنا قبل المكافئات والكلام ده، دي حاجه بتفرق معانا جدا، بنشكرهم طبعا. الحمد لله رب العالمين على المجهود او على التوفيق بتاع ربنا، ان انت تحط تارجت ويتحقق بنسبه 100% ما بيحصلش خالص. رغم انا عندي رغم صعوبات ما بين اصابات ما بين منتخبات 5 على 5 و3 على 3 واصابات، فالحمد لله رب العالمين. يا كابتن طارق النهارده تواجدكم في حفل التكريم، اكيد التكريم ده طبعا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب هيديكم دافع كبير جدا لتحقيق المزيد من البطولات ان شاء الله الموسم اللي جاي، ويمكن انتوا ابطال الدوري والكاس والمرتبط والمنطقه، يعني الموسم اللي فات هيديكم حافز ان انتوا لازم تحافظوا على الالقاب دي يا كابتن، وكمان المشاركه في بطوله افريقيا الفتره اللي جايه هيديكم اكيد يعني الحافز ان انتوا تفوزوا بالبطولات دي وتفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. ده اكيد، وده من حتى من زمان واحنا مع فرقه الولاد وبنكسب اجتماعات او تكريم كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، الكلمه المعهوده دائما اللي كسبناه عدى خلاص بقى ماضي، خلينا في الحاضر. احنا دايما في بدايه موسم بنحط تارجت جديد، واحنا يعني مش عايز اقول للاسف احنا في الاهلي دايما محطوطه تحت ضغوط، ان مركز اول واللعيب اللي بيدخل مش متعود على الكلام ده بيخش جوه المنظومه الكبيره دي تارجت، وان شاء الله احنا بنتمنى يبقى نفس التارجت هنحطه ونتمنى يتحقق بنسبه 100%. الموسم الجاي هيبقى صعب جدا، تكون اكبر واكبر اكتر الموسم. طول ما انت بتكسبي المسؤوليه بتبقى صعبه انك تحافظي، وخصوصا ان انت ما بتلعبيش لوحدك، احنا دوري الباسكت السيدات او رجال مستوى المنافسه فيه صعب جدا. سبورتنج السنه الجايه يبقى فريق مختلف، الجزيره فريق مختلف، يعني السنه اللي فاتت كان مختلف، السنه دي هيحافظ في انديه دعمت كويس وجايبه محترفين، الدوري هيبقى صعب. نتمنى نحافظ على 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 نفس المستوى او نفس المكسب كل البطولات وبدون هزيمه ان شاء الله. يعني زي ما انت قلت فعلا، يمكن شفنا الموسم الماضي كان دايما متعودين الاهلي وسبورتنج في النهائي، شفنا الموسم اللي فات الاهلي وجزيره طبعا في احد البطولات، ففعلا كره السله لعبه يعني تعتبر صعبه، بيبقى فيها مفاجات كتيره طبعا في جميع البطولات وجميع الماتشات ما بتكونش ضامن المكسب. دي حقيقه، ولازم اللعيب يبقى عارف انه ما يتهاونش بحد ويدي كل فرقه احترامها، دي حقيقه. جدا يا كابتن طارق، وببارك لحضرتك وان شاء الله الموسم اللي جاي نكون في حفل تكريم زي ده، وببارك لحضرتك طبعا على كل البطولات اللي هتاخدها اكيد مع فريق الاول لكره السله سيدات. ميرسي جدا يا كابتن. الله يبارك فيك، شكرا ليك. شكرا كده طبعا كان لقائنا مع الكابتن طارق خيري اكيد المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، وواحد طبعا من نجوم النادي الاهلي في لعبه كره السله. والان عوده مره اخرى للاستوديو.